أولسنا أمة لها مصادرها الشرعية وثوابتها العقدية؟ ماذا يؤكد قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم نقرأ قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن صفات اليهود التي اتصفوا بها كثيرة، ونذكر منها تطاولهم على الله، فادعوا أن له ولد والعياذ بالله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا إن الله فقير وهم أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة. نعم، من صفاتهم عباد الله استثقال الأوامر، أي عدم الانقياد لأوامر الله تعالى. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. من صفاتهم الصد عن سبيل الله والكذب عليه، فاستحقوا بذلك لعنته وغضبه إلى يوم القيامة، وجعل منهم القردة والخنازير، وما ذلك إلا عقوبة لهم. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وأيضا من صفاتهم عباد الله الكذب والغدر والخيانة ونقض العهود. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هم قتلة الأنبياء، وممن قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال تعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حرفوا التوراة وافتروا على أنبياء الله، فنسبوا الردة وعبادة الأصنام إلى سليمان عليه السلام، والسرقة إلى يوسف عليه السلام، والزنا إلى داود عليه السلام. اقرأوا التاريخ عباد الله لتدركوا أن يهود الأمس واليوم سلف سيء وخلف أسوأ. عباد الله، القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك في البقعة التي بارك الله فيها لها مكانة سامقة في ديننا ومنزلة شامخة في قلوبنا. فالمسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أنه أول قبلة للمسلمين وإليه تحن قلوب المؤمنين. وجاء في فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية. وفلسطين عباد الله مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهم السلام. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض التي يكون الحشر إليها عند قرب القيامة، وينشر الناس عليها إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام عن بيت المقدس: أرض المحشر والمنشر. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمة الله عليهما.
وفيهما أولى القبلتين وتاني المسجدين في البناء وثالث المساجد في المنزلة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. وإتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه يكفر الذنوب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق سليمان بن داود عن بيت المقدس أي عن بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الدجال، فقال: علامته يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور أي مسجد الطور. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. جاء عند مسلم عباد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث قال عن عيسى عليه السلام أنه يطلبه، أي عيسى يطلب الدجال يبحث عنه حتى يدركه بباب لد فيقتله، وهو هذه في فلسطين، وهو أحد المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري ومسلم. لقد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى المهاجرين والأنصار ما تعاقب الليل والنهار، ما صلى عليهم الأبرار، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أيها الأحبة، أوصيكم نفسي مرارا وتكرارا بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن قضية فلسطين وأن قضية بيت المقدس هو ليس للفلسطينيين فحسب، وليس للعرب فقط، بل هو للمسلمين جميعا. فكل واحد منا لا بد أن يدعو لإخوانه وأن ينصر إخوانه، واجب شرعي أن ننصرهم، واجب شرعي عباد الله، كل على حسب استطاعته. فدين الإسلام ليس حكرا على جنس أو عرق أو لون أو بلد، وصدق الله العظيم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا، تفرقنا بعد تفرق المؤيد المعصومة، لا تدع فينا ولا معنا إلهي شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على اليهود المعتدين،
والصهاينة الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم ونكس أعلامهم ورمل نساءهم، صلت عليهم جندا من جنودك، اللهم صلت عليهم جندا من جنودك. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن ناصرهم يا رب العالمين ومن أيدهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أنت القوي القادر، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم سدد رميتهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم، اللهم وأمن خائفهم، اللهم إن العالم تخلوا عنهم، اللهم وأنت الواحد القهار، وأنت الذي توعدت أن تنصر المؤمنين، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا يا رب العالمين، نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت الله الغني ونحن الفقراء إليك، أن تغفر لوالدينا والوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اشف كل مريض وعاف كل مبتلى ورد كل غائب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد. اللهم احفظ تنزانيا يا رب العالمين ورئيس تنزانيا، اللهم اجعلها بطانة صالحة ترشدها إلى الخير وتأمرها إلى الخير يا رب العالمين، وأبعن عنها البطانة الطالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظها واحفظ تنزانيا وشعبها والمسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم غزل أمطارنا ورخص أسعارنا ووفق حكامنا لما تحب وترضاه. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة، اللهم وحد كلمتهم واجمعهم يا رب العالمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما فهمها الأولون. اللهم أمتنا على الإسلام وعلى التوحيد واجنون بنينا أن نعبد الأصنام. اللهم نعوذ بك من الهم والغم، البخل والجبن، العجز والكسل، غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اغفر المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وعليك التكلان، نبرنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، عليك بالسحرة والمشعوذين وأعوانهم، خذهم أخذ عزيز المقتدر، شتت جموعهم يا رب العالمين، اجمع ما شتتوا، شتت ما جمعوا، فك ما ربطوا، أظهر ما أخفوا، زين ما قبحوا. اللهم كثر الحسات فنجنا منهم، وكثر الأعداء فاحفظنا منهم يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان. أيها المؤمنون، إن الله أخبر في محكم تنزيله، إن الله ذكر في محكم تنزيله مخبرا وآمرا، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.